Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre du module Introduction à l'étude de droit, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, l'organisation judiciaire au Maroc. Nchoufou, Moussama, ou Moustalah Ali, Tandim, Al-Qadaï, Bil Maghreb. Tabiat Hal, كيفما كتعرفوا, بالنسبة للتنظيم القضائي في المغرب, كاين قاسم الأقسام معينة, ولكن لابد أن ندير واحد الإطلالة سريعة على شنو كنعنيو بلورغانيزاسيون جوديسيير أو ماروك. دونك لي كي يعني الجهاز اللي كيسهر على التنظيم القضائي في المغرب هي السلطة القضائية, لو بوفوار جوديسيير. دونك هنا شفنا ثلاثة ديال لي بوفوار سيل فوبلي كيفما جا مع الكتاب ديال روح القوانين ديال مونتيسكيو. دونك مونتيسكيو هو اللي جاب لنا ما يسمى فصل السلطات, وهنا كيقصد السلطات الثلاث: السلطه التنفيذيه لو بوفوار اكزيكوتيف, السلطه التشريعيه اللي هي البرلمان, لو بوفوار يعني لو بوفوار ليجيسلاتيف, وعندنا لو بوفوار جوديسيير اللي هي السلطه القضائيه. دونك عندنا السلطة التنفيذية لو بوفوار اكزيكوتيف اللي هو الحكومة هي اللي كتنفذ. اشنو كتنفذ؟ كتنفذ ما تم تشريعه من طرف البرلمان اللي هو لو بارلمان, السلطة التشريعية بوفوار ليجيسلاتيف. وعندنا السلطة القضائية هي اللي كتبت في لي سانكسيون اي في لي كونفلي. دونك لي كونفلي هما المشاكل اللي كيكونوا بالافراد, بوفوار جوديسيير السلطه القضائيه. دونك السلطه القضائيه اي انديبوندون دو بوفوار ليجيسلاتيف اي دو بوفوار اكزيكوتيف سولون لارتيكل 107 دو لا كونستيتيسيون. دونك الفصل 107 من الدستور كيقول لنا بصريح العباره ان السلطه القضائيه هي المحاكم, هي مستقلة اندبندون, مستقلة عن القضاء, عن الحكومة وعن البرلمان, عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. لو روا الملك غارون دو سيت اندبندونس, لو روا سولوي كي غارونتي هاد الاندبندونس, هاد الاستقلالية اللي كيضمنها هو ملك البلاد. Préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, يعني هو المجلس الأعلى للقضاء يترأسه ملك البلاد, المجلس الأعلى للسلطة القضائية. Le Conseil يعني هو الرئيس ديال le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وكذلك بالنسبة كان كيتسمى هذا المجلس الاعلى للسلطه القضائيه كي كيتسمى الكونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور, المجلس الاعلى للقضاه في الاول القضاء. وهذا المجلس الاعلى للسلطه القضائيه عنده واحد النائب اللي هو برومي بريزيدون دو لا كور دو كاساسيون, يعني هو يعني رئيس محكمه النقد, هو النائب ديال الملك بالنسبه للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه. دونك المجلس الاعلى للسلطه القضائيه في الفوق في الهرم كاين الملك اللي هو بريزيدون, رئيس ديال المجلس الاعلى للسلطه القضائيه, وتحت منه يعني النائب اللي هو لو برومي بريزيدون دو لا كور دو كاساسيون. دونك النائب ديال المجلس الاعلى للسلطه القضائيه هو رئيس محكمه النقد. ونشوفوا شنو هي محكمه النقد بطبيعه الحال. Donc, بالنسبة l'organisation judiciaire comprend des juridictions de droit commun, كيف ما كتلاحظوا بالنسبة يعني التنظيم القضائي بالمغرب راه كيتكون يتكون من ما يسمى بمحاكم القانون العام, juridiction de droit commun, هما محاكم القانون العام او الشريعة العامة. علاش؟ لأن الأفراد بينتهم عاديين, أفراد عاديين اللي كيوقع بينتهم مشكل, لاش كيلجؤوا؟ كيلجؤوا محاكم القانون العام. ماشي كنقصدوا هنا غير الدولة بينها وبيننا,
كنهضروا على الافراد بيناتهم او لا دولة بصفتها فرد، ماشي ذات سلطان بصفتها فرد، كتدخل مع الافراد في بيع صفقات ما الى ذلك، فهنا كيلجؤوا لمحاكم الابتدائية. كان من الاحرى اننا نديرو هنا محاكم الشريعة العامة، لان الشريعة العامة غتذكركم بلو دووا، هو لو دووا سيفيل، كنا شفناه لو دووا سيفيل دووا كومان، داكوغ معنينا. فوالا، هاد المحاكم العادية كتسمى المحاكم العادية، فيها محاكم ابتدائية لي تخيبينو دو بخوميييغ انستانس، وكاين لي كور دابيل. مثلا عندنا واحد نزاع معين بين اب والابن ديالو، بين اب وام، بين زوج وزوجه، فاش كيلجؤوا؟ كيلجؤوا للمحاكم الابتدائيه في الاول، كتحكم ليهم هذه المحكمه الابتدائيه ضد مثلا واحد طلب الاستئناف. الا طلب الاستئناف راه كيمشيو لي كور دابيل، وراه كاملين تابعين دووا كومان، داكوغ؟ حيت محكمة الاستئناف كتستأنف في داك الحكم، مثلا عطاو واحد، مثلا عطاو واحد عقوبة معينة إلا بغا يخفف هو، ولا الآخرين بغاو يزيدو مثلا، غير باش تفهموا الفرق ما بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئناف. وعندنا أيضا محاكم القرب. شنو هما هاد محاكم القرب؟ محاكم القرب اللي غتلقاوهم دابا في المناطق ديالكم، كيكون هاد القاضي القرب كيحكم غير في النزاعات اللي كيكونوا، يعني في النزاعات اللي كيكونوا بين الافراد اللي كيكونوا خفاف، واللي ما كيتزاوجش داك المبلغ اللي كيضربوا عليه ولا كيتنازعوا عليه 10,000 درهم. تمام، كانت 5,000 درهم حتى 10,000 درهم، كانت في حدود 5,000 درهم ربع 10,000 درهم. هاد محاكم القرب راه كاينين في المناطق اللي كيكونوا نهائيه ولا كيكونوا بعاد شويه على المحاكم، هكا هادشي كامل كيتسموا لي جوريديكسيون دو بروكسيميتي. دونك هاد لي زيليمون كاملين راه تابعين جوريديكسيون دو دووا كومان. دوزيام، عندنا لي جوريديكسيون سبيسياليزي، المحاكم المتخصصه. متخصصه علاش؟ لان ما كيلجاش ليها اي واحد او لا اي فرد عادي، لا، هنا كاين واحد، بحال نقولوا كاين واحد الخصوصيه معينه. دونك هاد لا جوريديكسيون سبيسياليزي كتكون في حالات اللي كيوقعوا ما بين تاجر وفرد عادي، او ما بين تجار بيناتهم، كيتسموا المحاكم التجاريه. وايضا المحاكم التجاريه فيها لي تريبينو دو كوميرس، يعني بحال هما في الدرجه ديال المحاكم الابتدائيه، وممكن يلجؤوا لمحاكم الاستئناف التجاريه، كيتسموا لي كور دابيل دو كوميرس. هذا لي كور دابيل، لي كور دابيل، غير هنا دو كوميرس هنا عادية، داكوغ؟ يعني كنشقول مثلا أنا وقع لي مشكل مع واحد التاجر معين، إلا مشيت عندي الحق ندعيه، عندي أنا الحق ندعيه في محكمة تجارية أو محكمة عادية. ولكن التاجر إلا بغى يدعيني أنا، ما عندوش الحق يديني المحكمة التجارية، حيت أنا ماشي تاجر، غيديني محكمة ابتدائية عادية. تمام، فمثلا إذا وقع مشكل ما بيني انا وبين تاجر، يفضل انني نمشي ندعيه في محكمة تجارية. علاش؟ لان المحكمة التجارية تتميز بالسرعة، لان التجارة هي مرتبطة دائما بعامل الوقت. مثلا دابا واحد السيد مثلا جاب لي واحد السلعة، جاب لي واحد السلعة غتخسر في 15 يوم، كانت فريكو مثلا وخصها ترجع ليه وما بغاش يقبلها، فرا ضروري المحكمة التجارية انها تستجب لهاد الحالة هادي يعني بواحد السرعة معينة. وعندنا ايضا المحاكم الادارية، الى عقلتم قلنا بلي بالنسبة لي برانش دو عندنا ما يسمى بالدروا ادمينستراتيف، القانون الاداري. قلنا بلي القانون الاداري راه كينظم التنظيم ديال الاشخاص العموميه، بالضبط كنهضروا على الجامعه الترابيه،
المؤسسات العمومية، في علاقتهم ما بيناتهم، وأيضا في علاقتهم مع الأفراد، مع لي بارتيكولي. وعطيتكم المثال ديال الأستاذ، نهار يضرب واحد الأستاذ واحد التلميذ ويسبب ليه واحد العاهة مستديمة، فهنا كنلجؤوا، ما كنلجؤوش، ما ممكنش لينا نمشيو المحكمة يعني ديال القانون العام، ممكنش لينا نمشيو للمحكمة التجارية، لا خصنا نمشيو للمحكمة الإدارية لأنه موظف عمومي. وبطبيعة الحال كنلجؤوا للمحاكم الإدارية، ونهار اللي يخرج مثلا القرار ديال القاضي، فالحكم ديال القاضي إلا مثلا شفناه مثلا بغينا أكثر، مثلا راه كنلجؤوا محاكم الاستئناف. دونك سالينا من لي جوريديكسيون سبيسياليزي، عندنا لو تروازيام تيب هي الجوريديكسيون ديكسيبسيون، اللي هما المحاكم الاستثنائية. هاد المحاكم الاستثنائية هي محاكم ما كيلجؤوش ليها الأفراد نهائيا، هي فقط نوع خاص بالقوات المسلحة الملكية، تريبينال ميليتير بيرمانون دي فورس دارمي رويال. دونك لي فورس دارمي رويال باينين كيكونوا قضاة خاصين من يعني المجال العسكري. دونك فوالا كملنا لورغانيزاسيون جوديسيير معاك، جو سويت ان شاء الله بوكوراج، يا بيانتو.